بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع. على نبينا محمد. وبعد، من آفات الكلام شدة الجدل، وهذا من كبائر الذنوب. لذلك أورده المؤلف، أورد هذا الباب في كتاب الكبائر. فشدة الجدل من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من آثار سيئة. أصل الجدل إذا كان لبيان حق أو رد باطل أو كشف شبهة ومطلوب، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال إذا كان بالتي هي أحسن فهو مطلوب بما يترتب عليه من بيان الحق ورد الشبهات. ما إذا تجاوز هذا إلى شدة فهذا يدل على الهوى، وأن صاحبه لا يريد الحق، ولذلك يشتد جدله لأجل رد الحق ولأجل أن يغلب ولو بالباطل. وهذا كما في هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئس المهاد. دل على أن شدة الجدل من كبائر الذنوب، لأنها تدل على التكبر وعلى عدم إرادة الحق والانتصار للباطل، ووالد رفع التفضيل أي شديد اللدد، واللدد هو الخصومة، اللدد هو الخصومة. ولهذا قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. شديد اللدد، هؤلاء ينذرون أن يتركوا هذا الشيء. فاللدد في الخصومة هذا منهي عنه، وهو من آفات الكلام ومن كبائر الذنوب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلامها بل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم، نص الحديث: إن أبغض الرجال إلى الله الرجال. إن هذا تأكيد، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الله جل وعلا يوصف بأنه يحب ويبغض ويكره، يحب المتقين والمحسنين ويبغض الكافرين والمنافقين،
والفساق. فمن الناس من يبغضه الله بغضا خالصا وهو الكافر والمنافق، ومن الناس من يبغضه الله على ما فيه من الشر ويحبه على ما فيه من الخير وهو المؤمن الذي يكون عنده شيء من المعاصي. أما قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال، ليس هذا خاصا بالرجال بل والنساء كذلك، لكن ذكر الرجال من باب تغليب. أبغضهم أي أشدهم بغضا عند الله، وأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم، هذا مثل ما جاء في الآية، وهو ألد الخصام الذي عنده لدد في الخصومة، وخصم يعني كثير الخصومة، الخاصم بالباطل. قال تعالى بل هم قوم خصمون ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لما أنزل الله قوله تعالى إنما تعبدون من دون إنما كما قال سبحانه وتعالى إنما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فرح المشركون من أجل أن يثيروا حول هذه الآية شكا، قالوا عيسى عبد من دون الله هل يدخل النار؟ هل عيسى يدخل النار؟ هو نبي الله، الملائكة عبدوا من دون الله يدخلون النار، وفرحوا بذلك يريدون به الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. فأنزل الله تعالى بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني عيسى عليه السلام ومن عبد وهو غير راضي، وهو ينهى عن ذلك، أما من عبد وهو راض بذلك هذا هو الذي تعنيه الآية، تعنيه الآية أنه يكون يوم القيامة مع من عبده في جهنم. أما الذي يعبد وهو ينكر هذا ويكره هذا مثل عيسى، عيسى عليه السلام كان ينكر الشرك، ينكر على بني إسرائيل في حياته وما عبدوه إلا بعد موته، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينكر على المشركين، فلما مات عبده بعض القبوريين. فهل الرسول يدخل النار لأنه عبد من دون الله؟ لا، لأنه ينكر هذا عليه الصلاة والسلام في حياته. إنما الآية في من عبد وهو راض، وهذا من الطواغيت، هذا من رؤوس الطواغيت، من عبد وهو راض هذا الذي يكون طاغوت ويكون مع من عبده في جهنم. وفي سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، فإذا كان سيدخل النار فآلهتنا، لأنهم يعبدون الأصنام، وقالون عيسى يعبد من دون الله، فإذا كان يدخل النار مع آلهتنا فهذا شيء يعترضون به على الله سبحانه وتعالى. ما قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا، وإلا هم يعرفون أن عيسى عليه السلام لا يدخل النار لأنه نبي الله، لأنه نبي الله وينهى عن الشرك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل
وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يقرهم، وفي حياته لم يعبدوه وإنما عبدوه بعد موته. المشركون يعرفون هذا، ولكن هذا من باب المغالطة والاعتراض، هذا من اللدد في الخصوم. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الألد الخصم، هذا الذي يجادل بالباطل هذا خصم شديد الخصومة. نعم. فدل هذا الحديث مع الآية التي قبله على أن اللدد في الخصومة وشدة الجدل يكون من كبائر الذنوب. نعم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاطنا. نعم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما أن لا تزال مخاطنا. هل هذا عندكم في المقام محققة؟ اقرأ. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله مرفوعا كما الذي قبله، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على الصحابي. كفى بك إثما أي يكفيك إثما ألا تزال مخاصما، يعني كل شغلك خصام وجدال، حياتك كلها جدال وخصام. إنسان ما يخاصم إلا عند الحاجة، ويكون خصامه بالحق، ما يكون خصامه لأجل نصرة باطل أو رد حق. فكون الإنسان يخاصم إذا احتاج إلى ذلك هذا غير ملوم، لكن كونه شرفته خلها الخصام والجدال يترك العمل، وإنما همه الاعتراضات، همه الاعتراضات والتماس الشبهات، فهذا مأثوم إثما عظيما كما يفعل بعض المتعالمين، همه الاعتراضات والتشويش على الناس، وأنه دائما يحب أنه يخالف الناس ما عليه الناس، ويظن أن الناس غالقون. هذا من هذا النوع، يعني ما له شغل بالعمل ولا همه العمل، همه الاعتراضات وتغليط الناس، هذا همه، وهذا مما ينهى عنه. نعم. باب من هابه الناس خوفا من لسانه، وقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. من خافه الناس خوفا من لسانه، هذا الشرير الذي يتركه الناس ويدارونه خوفا من لسانه، لأنه سيء المنطق ومشوه اللسان. فلو أن أحدا دخل معه في مكالمة لا غلط عليه، فالناس يتقونه من أجل هذا، من أجل تقاء شره، شر لسانه، سليط اللسان، الناس يتركونه من باب مداراة شره. والمداراة مشروعة إذا كانت لدفع ضرر، المداراة إذا كانت لدفع ضرر هي مشروعة، إلا أن تتقوا منهم تقاة المداراة. وأما المداهنة فهي حرام، المداهنة هو التنازل عن شيء من الحق، تنازل عن الحق من أجل إرضاء الناس أو من أجل طمع الدنيا، هذه مذمومة، هذه تسمى المداهنة. ودوا لو تدهنوا يدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ف
تنازلون عن شيء منه علشان رضاء الناس، يجوز هذا؟ هذه مداهنة. ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء، نطيعهم عنا علشان نرضيهم؟ لا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طلبوا من الرسول أن يتنازل عن بعض ما أنزل الله عليه من أجل إرضائهم، ما يعيب آلهتهم ولا ينهى عن الشرك ولا، وخلونا نتعايش وكل على عقيدته كما ينادى به اليوم. لا تبينون الشرك والنفاق والأشياء هذه، تنفرون الناس وتقسمون الناس، هذه مداهنة. نحن نبين ديننا ونوضحه، لكن لا نعتدي على الناس ونظلم الناس. أما ديننا فنحن لا نتنازل في شيء منه خوفا من الناس، هذه هي المداهنة. فإذا جعلت دينك فداء لدنياك فهذه مداهنة، وإذا جعلت دنياك فداء لدينك فهذه هي المداراة. افهم الفرق بينهم. المداراة مشروعة عند الحاجة إليها، وأما المداهنة فهي محرمة. والفرق واضح، المداراة لأجل المحافظة على الدين، وأما المداهنة فمن أجل ضياع شيء من الدين الله للناس، بينهما فرق عظيم. الذي يتركه الناس ولا يكلمونه ولا اتقاء لشره، هذا شرير، هذا والعياذ بالله من المتفحشين، من المتفحشين الذين يقولون السباب والشتم والجهل على الناس، الناس يتركونه خوفا من لسانه. نعم. والله جل وعلا يقول ويل لكل همزة لمزة. ويل هذا وعيد، كلمة عذاب، وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. هذا الويل لكل همزة، كثير الهمز، الهمز تنقصا للناس. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، تنقصا للمار من المسلمين. الغمز باليد وباللسان، مد اللسان من باب الاستهزاء، وغمض العينين والإشارة بالعينين، هذا كله من الهمز تنقصا للناس. الإنسان يحذر من هذه الأمور التي فيها تنقص للناس، وهذا تنقص بالفعل، الهمز تنقص بالفعل، والهمزة كثير الهمز، واللمز يكون بالقول، لمزة كثير اللمز. وهو أن يتكلم في الناس يتنقصهم، يتلمس معايبهم، هذا لمزة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل بمال كثير فقال المنافقون هذا يرائي، هذا يرائي. جاء رجل بقبضة من التمر أو من الطعام فقال أو بمد من الطعام، فقال المنافقون إن الله غني عن مد هذا، فهم يسخرون على كلهم، همهم السخرية، سخروا من اللي جاب المال الكثير وسخروا من اللي جاب المال القليل. فأنزل الله هذه الآية
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم لهم عذاب أليم. هذا هو اللمز، تنقص بالكلام. الله جل وعلا يقول ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعض، لأن نفس أخيك مثل نفسك، فكما لا ترضى لنفسك اللمز كيف ترضاه لأخيك؟ المؤمنون نفس واحدة وجسد واحد، مثل قوله ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، نفس أخيك مثل نفسك، ما يهون عليك أنه يقتل أنه يضرب، ما يهون عليك هذا لأنه أخوك، يؤلمك ما يؤلمه. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتقول أنا ما علي منه، خلوه يضرب خلوه يقتل، ما لي أخوك هذا، ما يجوز تسلمه ولا يسلمه. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولا يسلمه، يعني ما يتركه يهان أو يعذب وهو يقدر على إنقاذه، لا تسلم أخاك للأذى وللأعدى وأن تقدر على إنقاذه لأنه مثلك. ولا تلمزوا أنفسكم، فأنت إذا لمزت أخاك فكأنما لمزت نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، ويل لكل همزة لمزة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، ألا هو اللمس والعياذ بالله، وهو التنقص بالكلام. وأما الهمز فهو التنقص بالفعل، نعم، والإشارات، نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. الناس عند الله يوم القيامة منازل، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. الناس درجات يوم القيامة عند الله، كل له منزلة بحسب عمله، وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضلا منه وإحسانا لا يبلغها عمله، ولكن يتفضل الله عليه بها. فالناس منازل يوم القيامة عند الله، لكن شرهم منزلة، شرهم منزلة وأبعدهم من الله. من الذي يتركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه؟ مثل شر الناس من تركه الناس خوفا من لسانه، سواء. فكون الناس يتركونه ويدارونه، المداراة مطلوبة من الأشرار داريهم، لكن الأشرار أنفسهم آثمون، أما أنت غير آثم لأنك تريد السلامة. فالمداراة للإنسان الذي يحتاج إلى المداراة هذه مأمور بها شرعا لأنها لدفع ضرر، وأما المدارى فهو آثم، فهو آثم، وهو من تركه الناس اتقاء لشره. المسلم لا يكون شريرا، وإنما يكون خيرا في أقواله وأفعاله وسلوكه، هكذا يكون المؤمن. نعم. بعض الناس يعتبر هذا أنه من الرجولة، وأن الناس يهابونه، وأن ما يدري أن هذا ذلة عند الله عز وجل. من تواضع لله رفعه، أما من تكبر فإن الله يذله. يأتي يوم القيامة أناس أمثال الذر يقطعهم الناس، وهم المتكبرون في الدنيا. نعم. باب البذاء والفحش، وقول الله تعالى
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. البذاء والكلام البذي المؤذي، الكلام المؤذي للناس، فهذا ينقصه الله ويبغضه. الإنسان لا يكون بذيعا، قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن ب... وهذا سيأتي، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الإنسان ما يكون فيه بذاءة يؤذي الناس ويتنقص الناس يكمل نفسه، لا يكون كذا. هنا الإنسان هينا لينا متواضعا مع إخوانه، هذا يبغضه الله. فاحش البذي، البذي والفاحش هو كثير الفحش، والفحش هو القبح المتناهي، الفحش هو القبح المتناهي. نعم. وقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، في من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله في آخر سورة الفرقان، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، مشية المتواضع وليست مشية المتكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فالمؤمن يمشي مشية المتواضع لا مشية المتكبر. وليس معنى ذلك أنه يتماوت، لا، معنى ذلك أنه يمشي بتواضع مع إظهار القوة والشهامة، إنما الممنوع إظهار الكبر. أما أنه يمشي مشي القوي فهذا مطلوب، لا يتماوت ويقول هذا من التواضع، هذا ما هو من التواضع، هذا من الذلة. والمؤمن ينبغي أن يكون قويا في دينه وعقله وجسمه، لأنه ينصر الإسلام بذلك. والذين، إلى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، يشهدون يعني يحضرون، والزور هو أعياد المشركين، أعياد المشركين هذه زور لأنها باطلة. والمشركون يقيمون أعياد، عيد المولد، عيد كذا وعيد كذا، أعياد جاهلية. المسلمون ليس لهم أعياد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما بعد أداء ركنين من أركان الإسلام، واحد بعد أداء الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، والثاني بعد أداء ركن الحج الذي هو من أركان الإسلام. هذه أعياد المسلمين، أعياد شرعية بعد أداء عبادات عظيمة. أما الأعياد المبتدعة والأعياد الجاهلية، عيد النيروز والمهرجان، أعياد الفرس والروم، فهذه لا يشهدها المؤمن ولا يحضرها ولا يشجع عليها ولا يرضى بها ولا يهني أصحابها مناسبتها ولا يهدي إليهم ولا يأكل من الطعام الذي يصنع فيها ولا يأكل من الذبائح التي تذبح فيها، لأنها أعياد زور وأعياد جاهلية. الذين لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور، وهو أعياد الجاهلية، المسلم يتجنبها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا أحد جهل عليهم فإنهم يترفعون ولا يردون عليه بالمثل، وإنما يردون عليه بكلام يسلمون. خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يقولون سلاما يسلمون به، يسلمون به ويسلم دينهم، فلا ترد عليه بمثل كلامه
الآن تترفع عن ذلك بإيمان، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا سلام متاركة، ما هو سلام تحية، سلام متاركة، سلام عليكم يعني خلاص اعتزلناكم، سلام متاركة لا سلام تحية، لأن هؤلاء لا يحيون. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. ليس المؤمن يعني كامل الإيمان، وهم معنى هذا إن من فيه هذه الأمور يكون كافرا، لا، معناه أنه يكون ناقص الإيمان. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان، لأن الطعان واللعان والفاحش والبذي هذه كبائر من كبائر الذنوب، لكنها دون الشرك، فلا يكفر بها صاحبها لكن يكون ناقص الإيمان، وهي كبائر من كبائر الذنوب. المسلم يتنزه عن هذه الصفات، ليس بالطعان اللي دائما شغله الطعن في الناس، الطعن في الأنساب، الطعن في الأحساب، هذا شغله مع الناس الطعان، ولا اللعان كثير اللعن، يلعن الناس، يلعن الأشخاص، يلعن الدواب، يلعن البطاع، يلعن الأيام، ودائما كل شيء يلعنه، هذا ليس نشان المؤمن. حتى إبليس ما إلا من فقاط في معصية يقول لعنه الله، لكن عليك التوبة. هنا عمل معصية دعاك إليها عدوك إبليس، لكن كونك تلعن هذا ما يبرر ذمتك، يبرر ذمتك التوبة والاعتراف بالخطأ. أما إبليس فهو ملعون لعنه الله عز وجل. أنت ما تحمل إبليس ما حصل منك، تعتبر هذا من العذر لك، لا، لم نفسك وتب إلى الله. إبليس يفرح إذا لعنته، يقول أنا أغويته، يفرح بهذا. فالمؤمن ليس كثير اللعن، يصون لسانه عن اللعن، لأنه ولعن المؤمن قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، اللعن شديد والعياذ بالله، لأنك تدعو عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ولا الفاحش كثير الفحش، والفحش هو ما تناهى قبحه، الفاحشة ما تناهى قبحها، ولذلك سمي الزنا فاحشة لأنه متناه في القبح. وإذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورات، لأنهم كانوا يكشفون عوراتهم في الطواف يتقربون إلى الله بهذا، يقولون الله أمرنا بهذا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني كشف العورة فحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء يعني لا يشرع لعباده ذلك، لا يأمرهم أمرا شرعيا، بل إن الله أمر بستر العورات، وستر العورة في الصلاة، وستر العورة في الطواف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مس، يعني عند كل صلاة استروا عوراتكم. فالحاصل أن الفحش هو ما تناهى قبحه من الأقوال ومن الأفعال، والمؤمن يتجنب الفحش في القول وفي العمل وفي السلوك، يتجنب الفحش. ولا البذيء، ما يكون عنده بذاءة وأذى للناس، دائما يتطاول عليهم بالبذاءة والأذى، يكف نفسه ولسانه ويده عن إخوانه المسلمين. حتى الكفار ما يجوز الاعتداء عليهم، الاعتداء حتى على الكافر ما يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقوى التقوى. كنا نقاتلهم
هذا ما هو من باب العدوان عليهم، هذا من باب مصلحتهم، هذا من مصلحتهم ان نقاتلهم علشان يتوبون الى الله ويرجعون للاسلام. وكم دخل في الاسلام بسبب الجهاد؟ اليس اهل المشارق والمغارب اسلموا بسبب الجهاد؟ صاروا من خيرة الناس، ظهر فيهم العلماء الفحول من المشرق والمغرب بسبب الجهاد. فالجهاد من مصلحتهم، ما هو قصدنا أننا نقتلهم أو الانتقام منهم، قصدنا لمصلحتهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ليس عدواننا، الجهاد ليس عدوانا، وإنما هو إنقاذ، إنقاذ لهؤلاء من النار. نعم. وله وصحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، لأن الأعمال توزن يوم القيامة، الأعمال توزن يوم القيامة صغيرها وكبيرها، توضع في كفتي الميزان، حسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، هم المفلحون، إذا رجحت الحسنات أفلح، ومن خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان حق، توزن الأعمال يوم القيامة، وأثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق بأن تتعامل مع الناس بالمعاملة الطيبة في الكلام وفي المعاملات وفي حتى مع الكفار تتعامل معهم، وقولوا للناس حسنا، تعامل معهم بالكلام الطيب بالمعاملة الطيبة بالصدق بالنصيحة، لأن دينك يأمرك بهذا، ألا يبيح لك تضر أحدا أو تؤذي أحدا، فالصدق مطلوب مع كل أحد، والعدل مطلوب مع كل أحد، مع العدو ومع الصديق مطلوب هذا. حسن الخلق وهو التعامل مع الناس بالكلام اللين وبالفعل الطيب وبالمساعدة والبذل وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كل هذا من حسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق هذا ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، ومفهومه أن سوء الخلق والعياذ بالله أنه ضرر على الإنسان. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أعد هذا الحديث. نعم. وله وصحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هذا دليل على فضل حسن الخلق، ودليل على أن الأعمال توزن يوم القيامة. نعم. وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. وإن الله يبغض، هذا فيه إثبات أن الله يبغض، والبغض صفة من صفات الله الفعلية، يبغض الكافرين ويبغض المشركين ويحب المتقين والمحسنين، فالله يحب ويبغض جل وعلا، وهذا كما يليق بجلاله عز وجل، ليس كبغض المخلوق أو محبة المخلوق، هذا من صفاته اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فالله يبغض من الناس الفاحش، الفاحش يعني كثير الفحش في كلامه في أفعاله في أخلاقه. وإن أبغض، نعم، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء، البذيء عرفناه، نعم، الذي يتكلم بالفحش،
الذي يتكلم بالكلام الفاحش يعني القبيح، الفحش يعني القبح، الكلام الفاحش هذا هو القبيح، والفحش ما تناهى قبحه من الأقوال ومن الأعمال. أليس الفاحشة مقصورة على الزنا؟ بل الفاحشة تكون بالكلام أيضا، تكون بالكلام كما تكون بالفعل. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا من حسن الخلق، الرفق من حسن الخلق، ونزع الرفق هذا من سوء الخلق. فإذا كان الإنسان عنده رفق هذا دليل على حسن خلقه، وتكون أقواله سديدة، ويكون تكون أعماله سديدة بسبب الرفق وعدم الطيش والعجلة. فإذا نزع الرفق من الإنسان صارت أعماله سيئة وشائنة وليست زينة، ليست مما يزين الإنسان، بل مما يشينه عند الله وعند خلقه. فينبغي للإنسان يكون رفيقا، والله جل وعلا رفيق يحب الرفق، الله جل وعلا رفيق، رفيق بعباده، لا يعجل عليهم ولا بل هو يمهلهم ويتوب عليهم إذا تابوا، وإن كانوا كفارا أو مشركين أعداء إذا تابوا تاب الله عليهم. هذا من رفق الله بعباده سبحانه وتعالى. فينبغي للعالم ولكل مسلم ولكل داعية أن يستعمل الرفق في أموره كلها، مع المدعوين، مع العصاة حينما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يكون أمره ونهيه برفق، تكون دعوته للناس برفق، مع أهله إذا أخطأوا يقوم علاج الخطأ بالرفق. فإذا استعمل الإنسان الرفق فإن هذا يكون زينا له في أعماله كلها. نعم. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ أو يحرم وتحرم وتحرم عليه النار. لا يحرم خفيف. نعم. تحرم على كل قريب هين سهل. تحرم وتحرم. ألا أخبركم؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ يحرم. بمن يحرم؟ أي. نعم. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم. وتحرم عليه النار. نعم. تحرم على كل أو تحرم. أي. تحرم على كل قريب هين سهل. نعم. التحريم معناه المنع، معناه المنع، والحرام سمي حراما لأنه ممنوع منه. فالذي يحرم على النار هو الذي يمنع من دخول النار، وتحرم عليه النار لئلا تمسه يوم القيامة، يعني تمنع النار عنه، تمنع النار عنه فلا يصله شيئا من عذابها. هذا معنى التحريم، المنع، يمنع من دخول النار وتمنع النار من أن تعذبه. تحرم النار على كل هين، على كل قريب، قريب يعني قريب من الناس، قريب في تعامله، قريب في مكانه، ما يترفع على الناس ويغلق أبوابه عن الناس ويمنعهم من مخالطته والاستفادة منه، قريب منهم، أينما طلبوه يجدونه في المسجد، يجدونه في الشارع، يجدونه في المكتب، يجدونه، فهو لا يتمنع من الناس، قريب منهم، قريب التناول قضاء حاجاتهم، سهل، ليس عنده
صعوبة وتمنع، سهل في تحقيق طلبات الناس التي فيها فائدة لهم يعالجها ويتوسط فيها، وعندهم مشاكل علمية يجيب عليها ويحل مشاكلهم يبين لهم الصواب. هذه السهولة أنه يكون دائما مع الناس في مصالح الناس. نعم. تحرم على كل قريب هين سهل. هين سهل، هين يعني غير شديد، غير شديد على الناس، وإنما يكون هينا معهم. الله جل وعلا يقول واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لهم. نعم. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نعم، من يحرم الرفق في أقواله وأعماله وتصرفاته مع الناس ومع أهله يحرم الخير كله، هذه عقوبة. وهذا وسبق الحديث، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وفي هذا من حرم الرفق حرم الخير كله. فإذا استعجل الإنسان وطاش واشتد فقد يفعل أفعالا تتنافى أو يقول أقوالا تتنافى مع ما يليق به وبمن حوله، فهذا يكون فيه أضرار عظيمة، يكون فيه أضرار عظيمة، هو يحرم من الخير، يحرم من الخير كله بسبب عدم الرفق. هذا فيه ذم العجلة، فيه ذم العجلة في الأمور ومدح التريث فيها والتثبت في جميع الأمور. وأن لا يستعجل الإنسان في الأمور، فإذا وقع أحد في خطأ فلا تستعجل في علاجه بالحسن، ولكن تدرج معه شيئا فشيئا لرفق، مثل المريض، مثل ما تعالج المريض لأنه مريض تعالجه برفق. وإذا دعا إلى الله يكون برفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون قولا له لمن؟ لفرعون الذي يدعي الربوبية، قولا له قولا لينا. هذا رفق من استعمال الرفق مع أكثر الناس، استعمل معه الرفق، استعمل معه الرفق. فإذا استعمل الإنسان الرفق أعطي الخير، وإذا نزع منه الرفق حرم الخير كله في أقواله وأفعاله وتصرفاته. نعم.